بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لاحظوا اقتران العلم بالإيمان، فطريق العلم طريق إلى الجنان. أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات الصف الثامن الأساسي، ها قد اقتربت الامتحانات، وما علينا إلا أن نجد ونجتهد لكي نكلل جهودنا بالنجاح. إليكم أعزائي الطلبة هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم لغتنا الجميلة، التي سنتناول فيها مراجعة شاملة لما تم شرحه في الفصل الدراسي الأول. أعزائي الطلبة، في هذه الحلقة المميزة من المراجعة العامة سنقف عند محطات متنوعة، أولها فهم المقروء. اقرأ معي عزيزي الطالب القطعة التي أمامك ثم أجب الأسئلة التي تليها. ما كان الوجه جميلا إلا للتناسب بين أجزائه، وما كان الصوت جميلا إلا للتناسب بين نغماته، ولولا التناسب بين حبات العقد ما افتتنت به الحسناء، ولولا التناسق في أزهار الروض لما هام به الشعراء. تأمل القطعة جيدا واقرأها تكرارا. أجب معنا التدريبات التي تليها. ما مفهوم الجمال عند الكاتب؟ ما مفهوم الجمال عزيزي الطالب؟ نعم، الجمال عند الكاتب هو التناسب والتناسق في الأشياء. تابعوا معنا أيضا. وردت كلمة نغمات في القطعة، فما مفرد هذه الكلمة؟ وما جمع الروض؟ وما مضاد التناسب؟ نعم، مفرد نغمات نغمة، وجمع الروض الرياض، ومضاد التناسب التباعد أو التنافر. ضع التركيب التالي في جملة من تعبيرك. هام بي، أي أحبه حبا شديدا. ضع معنا جملة تناسب الصور التي تراها. ماذا تقول عزيزي الطالب؟ نعم، هام الفلاح بأرضه، أي أحبها حبا شديدا فعمل فيها بكل إخلاص وجد. حاك النمط اللغوي التالي من تعبيرك. ورد في القطعة هذا النمط: وما كان الصوت جميلا إلا للتناسب بين نغماته. هل لك أن تحاكي النمط عزيزي الطالب؟ ماذا نقول؟ ما كان الطالب متفوقا إلا لما كان الطالب متفوقا؟ نعم، إلا لاجتهاده ونشاطه. وصلنا أعزائنا الطلاب إلى المحطة الثانية من درس المراجعة، ألا وهي القواعد الصرفية. دعونا أعزائنا الطلاب نتذكر معا المهارات الصرفية التي تم شرحها في الفصل الأول. فلنضئ الفعل. ما أقسام الفعل من حيث التجريد والزيادة؟ نعم، ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد، وينقسم الفعل المجرد إلى مجرد ثلاثي ومجرد رباعي، وكذلك الفعل المزيد، فإنه يقسم إلى مزيد ثلاثي ومزيد رباعي. فلنرى أمثلة على المجرد الثلاثي مثل رسم وصاد. فجميع أحرف هذه الأفعال أصلية وعددها ثلاثة. أما زلزل ودحرج، هذه الأفعال أحرفها جميعها أصلية وعددها أربعة. انظر عزيزي الطالب إلى أفعال المزيد الثلاثي، فهناك مزيد بحرف مثل أكرم، وهو مزيد بالهمزة،
وترابط مزيد بالتاء والألف، واستدعى مزيد بالهمزة والسين والتاء. إليك عزيز الطالب أمثلة على مزيد الرباعي، مثل تدحرج مزيد بالتاء، واطمأن مزيد بهمزة الوصل والتضعيف في آخره. تذكروا معنا أيضاً أعزائنا الطلاب الدرس الثاني وهو المشتقات. ما اسم الفاعل عزيز الطالب؟ اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على من قام بالفعل أو اتصف به، يشتق من الثلاثي على وزن فاعل ومن فوق الثلاثي على وزن مضارعه مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، مثل فاعل ومنفعل. ما اسم المفعول؟ اسم المفعول أعزائنا الطلاب هو اسم مشتق يدل على من وقع عليه الفعل، يشتق من الثلاثي على وزن مفعول ومن فوق الثلاثي على وزن مضارعه مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، مثل مفعول ومستفعل. صيغ المبالغة. صيغ المبالغة التي تدل على الكثرة والزيادة، ومن أشهر أوزانها فعال، فعول، فعيل، مفعال وفعل. والصفة المشبهة اسم مشتق يدل على الثبوت والدوام، وأشهر أوزانها فعال، فعيل، أفعل الذي مؤنثه فعلاء، وفعلان الذي مؤنثه فعلى. تذكروا أعزائنا الطلاب المشتق الخامس من المشتقات، ألا وهو اسم التفضيل الذي يدل على المفاضلة بين شيئين زاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، ويأتي اسم التفضيل على وزن أفعل. لا لانتهاك الحقوق، وزن كلمة انتهاك هل هو انفعال أم افتعال أم انفعل أم افتعاك؟ ما وزن هذه الكلمة؟ لكي نزن الكلمات وزنا صحيحا، حدد أصل الكلمة واستبدله بالفاء والعين واللام. ما أصل الكلمة عزيز الطالب؟ نعم، أصل الكلمة النون، الهاء، الكاف. إذن النون هي فاء الكلمة، والهاء عين الكلمة، والكاف لام الكلمة. هل وزن كلمة انتهاك هو انفعال؟ لاحظ بقاء حرف النون، ويجب علينا أن نستبدل النون بفاء الكلمة، إذن ليس انفعال. هل وزنها افتعال؟ لاحظ عزيزي الطالب النون هي الفاء، والهاء هي العين، والكاف هي اللام. نعم، فستكون افتعال. فلنتأكد أكثر، انفعل هنا بقيت النون، النون هي فاء الكلمة، فلما بقيت؟ إذن الوزن هنا خطأ. افتعاك بقي حرف الكاف، يجب أن نستبدل الكاف ب ماذا؟ بلام الكلمة، لما بقيت؟ فالوزن خطأ، إذن وزن كلمة انتهاك هو افتعال. تابعوا معنا أعزائنا الطلاب، حدد أحرف الزيادة في الأفعال التالية: تصدع المجتمع بسبب التفرق. تصدع، ما أحرف الزيادة في هذا الفعل؟ فكر جيدا. تتبعثر أوراق الشجر خريفا، ما أحرف الزيادة في الفعل تتبعثر؟ سارعوا إلى الطاعات، ما حرف الزيادة في الفعل سارعوا؟ سارع. تصدع، أحرف الزيادة التاء والتضعيف، الصاد والدال والعين من أصل الفعل. تتبعثر، الفعل رباعي مزيد
بحرف واحد وهو التاء. التاء الأولى حرف للمضارعة. سارعوا إلى الطاعات، الواو هنا واو الجماعة. أما حرف الزيادة فهو الألف. وإلى هذا السؤال حول المشتقات، صنف المشتقات التالية في الجدول. لديك كلمات مشتقة، هذه أسماء مشتقة، صنفها في الجدول الذي أمامك. الكلمات هي كساب، مكرم، أعوج، مائل، قلق، منتج، سليب، أشرف، وحذر. ما نوعها من المشتقات؟ هل هي اسم فاعل؟ أم اسم مفعول؟ أم صيغة مبالغة؟ أم صفة مشبهة؟ فلنصنفها. كساب على وزن فعال، دلت على كثرة الكسب، فهي ماذا؟ صيغة مبالغة. مكرم، من وقع عليه فعل التكريم. المشتق هنا بدأ بميم مضمومة مع فتح الحرف قبل الآخر، إذن هو اسم مفعول. أعوج على وزن أفعل، المؤنث منه عوجاء على وزن فعلاء، فهذه صفة مشبهة. مائل على وزن فاعل، إذن مائل اسم فاعل. قلق، هذه الكلمة اشتقت من الفعل قلق، قلق الطفل. هل الفعل لازم أم متعد؟ نعم، الفعل لازم، فالاسم هنا صفة مشبهة، لأن الصفة المشبهة تشتق من الفعل اللازم. منتج، هل منتج من قام بفعل الإنتاج أم من وقع عليه الإنتاج؟ لاحظ عزيزي الطالب، بدأت الكلمة بميم مضمومة وكسر الحرف قبل الآخر، فكلمة منتج اسم فاعل بالتأكيد. سليب على وزن فعيل، تذكر عزيزي الطالب أن صيغة فعيل وردت في مشتقات عديدة. هل هي اسم مفعول؟ هل وقع عليه فعل السلب؟ هل سليب بمعنى مسلوب؟ نعم عزيزي الطالب، فسليب اسم مفعول. أشرف، هل أشرف المؤنث منه على وزن فعلاء؟ بالتأكيد لا. صغ صفة مشبهة من أشرف، نعم صفته شريف، فأشرف التي على وزن أفعل هل هي اسم تفضيل أم صفة مشبهة؟ بالتأكيد هي اسم تفضيل، وليس لدينا في الجدول خانة لاسم التفضيل. حذر، ما نوعها من المشتقات عزيزي الطالب؟ نعم صيغة مبالغة، ففعلها متعد، حذر الأب صحبة الأشرار. اقرأ عزيزي الطالب الأبيات التي أمامك لتستخرج منها ما يطلب منك من مهارات صرفية. يا قدس منذ أسرى النبي تشوقا لك والدنا بك تهتدي وتنور. ماذا نقول لأجيال لنا في الغيب ترقب النهار وتنظر. وإذا العروبة لملمت أذيالها وتقهقرت وهوى الشهاب المقبر. استخرج من الأبيات السابقة ما يلي: فعلا مجردا ثلاثيا، فعلا مجردا رباعيا، فعلا مزيدا ثلاثيا، وفعلا مزيدا رباعيا. عد عزيزي الطالب إلى الأبيات، حدد الأفعال، حدد فيها الأفعال المجردة الثلاثية. ماذا نلاحظ؟ نقول من الفعل قال. ماذا أيضا؟ ترقب، تنظر.
لاحظ عزيزي الطالب ورود الأفعال في صيغة المضارع. عد إلى صيغة الماضي لتحدد نوع الفعل بطريقة سليمة. نقول قال، فالفعل مجرد ثلاثي. ترقب، رقب، فالفعل مجرد ثلاثي. تنظر، نظر، فالفعل أيضا مجرد ثلاثي. وهوى مجرد ثلاثي وقد ورد في صيغة الماضي هنا. انظر إلى الأفعال في مجموعة أخرى. أسرى، ماذا تلاحظ؟ هناك حرف زائد وهو الهمزة، إذن هو فعل ثلاثي مزيد بالهمزة. تهتدي، اهتدى في صيغة الماضي، فهو ثلاثي مزيد بهمزة الوصل والتاء. تنور، نور، فعل ثلاثي مزيد بالتضعيف. ماذا تلاحظ عزيزي الطالب على الفعل لملمت؟ لملم، نعم عزيزي الطالب، هو فعل رباعي مجرد، التاء هنا للتأنيث. ماذا تلاحظ على الفعل تقهقرت؟ الفعل هنا رباعي مزيد بالتاء، أصله قهقر، التاء هنا أيضا للتأنيث. فلنعد إلى السؤال. استخرج مفعلا مجردا ثلاثيا هوى، وهو أسهل فعل تكون من ثلاثة أحرف. فعلا مجردا رباعيا لملم، في الكلمة لملمت. فعلا مزيدا ثلاثيا أسرى، وفعلا مزيدا رباعيا تقهقر، وحرف الزيادة الهمزة هنا والتاء في تقهقر. بقوة العلم تقوى شوكة الأمم، فالحكم في الدهر منسوب إلى القلم. فاعكف على العلم تبلغ خير منزلة، في الفضل محفوفة بالعز والكرم. فليس يجني ثمار الفوز يانعة من جنة العلم إلا صادق الهمم. لولا مداولة الأفكار ما ظهرت خزائن الأرض بين السهل والعلم. استخرج عزيزي الطالب اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضيل وصفة مشبهة. عد إلى الأبيات. لكي تستخرج اسم فاعل، ابحث عن كلمة على وزن فاعل، وإن لم تجد ابحث عن كلمة مبدوءة بميم مضمومة والحرف الذي قبل الأخير مكسور. ماذا لاحظنا؟ يانعة على وزن فاعل، يانع، وهناك صادق، فيانعة وصادق أسماء فاعلين. أعزائي الطلاب، لكي نجد اسم المفعول، ابحث معي عن كلمة على وزن مفعول، وإن لم تجد ابحث عن كلمة مبدوءة بميم مضمومة والحرف الذي قبل الآخر مفتوح. فلنبحث عن كلمة على وزن مفعول. نعم، منسوب ومحفوفة، إذن كلمتا منسوب ومحفوفة أسماء مفاعيل. فلنبحث الآن عن اسم تفضيل. اسم التفضيل يأتي على وزن أفعل. أما خير وشر فقد حذفت الهمزة منهما للتخفيف. وها هي كلمة خير أمامنا، فكلمة خير اسم تفضيل. فلنبحث الآن عن صفة مشبهة. ماذا تلاحظ؟ ابحث في البيت الأخير. نعم، وجدنا كلمة السهل، صفته سهل. فلنعد إلى التدريب. اسم فاعل صادق. استخرج اسم مفعول منسوب. استخرج اسم تفضيل خير. استخرج صفة مشبهة السهل.
وصلنا أعزائنا الطلبة إلى فاصل قصير، سنعود بعده لنراجع معا المهارات الإملائية والتعبير الإبداعي، فابقوا معنا. ها قد عدنا أعزائنا الطلاب من جديد وإلى محطة رائعة من محطات اللغة، ألا وهي مهارات الإملاء. تذكر عزيزي الطالب أن الهمزة المتوسطة ترسم حسب حركتها وحركة الحرف الذي يسبقها، وترسم الهمزة بناء على أقوى الحركتين. تذكر عزيزي الطالب أن أقوى الحركات هي الكسرة، ويناسبها رسم الهمزة على نبرة. بعد الكسرة تأتي الضمة، ويناسب الضمة رسم الهمزة على واو. أما أضعف الحركات فهي الفتحة، ويناسب الفتحة رسم الهمزة على ألف. تذكروا أيضاً من المهارات الإملائية التي درسناها همزتا الوصل والقطع. تذكروا هاتين الهمزتين. ما مواضع همزة القطع؟ نعم، جميع الحروف همزتها قطع ما عدا أل التعريف، فأل التعريف همزتها وصل. وكذلك الأسماء، جميع الأسماء التي تبدأ بهمزة همزتها قطع ما عدا الأسماء المشهورة، فالأسماء المشهورة العشرة همزتها وصل. تصريفات الثلاثي، ماضي الثلاثي ومصدره قطع، أما أمر الثلاثي فهمزته وصل. تصريفات الرباعي جميعها قطع، ماضي الرباعي ومصدره وأمره همزته قطع، أما ماضي الخماسي ومصدره وأمره وماضي السداسي ومصدره وأمره فهمزته وصل. أما همزة المضارعة فهي قطع. من مواضع رسم الهمزة المتوسطة على نبرة أن تكون مضمومة، وما قبلها مضموم، مكسور أم ساكن. لاحظ الهمزة كتابة صحيحة ما عدا استعمال، إنهاء، إحراز، اثنان. هناك كلمة واحدة بين هذه الكلمات كتبت همزتها كتابة خطأ، ما هي هذه الكلمة؟ استعمال كتبت كتابة صحيحة، فهي مصدر لفعل سداسي همزته وصل. إحراز مصدر رباعي همزته قطع، وها هي همزة القطع. اثنان من الأسماء العشرة المشهورة فهمزتها وصل. أما إنهاء فهي مصدر رباعي، يجب أن تكون الهمزة قطع، وها هنا رسمت وصل، فالكتابة هنا خطأ، هيا نكتبها كتابة صحيحة. نعم، إنهاء همزتها قطع. بين سبب رسم الهمزة على صورتها في كلمة كافأته. لما رسمت الهمزة على ألف عزيزي الطالب؟ حدد حركتها وحركة الحرف الذي يسبقها. نعم، رسمت على ألف لأن الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح. بين سبب رسم الهمزة المتوسطة على صورتها في كلمة مساءلة. لما رسمت الهمزة على السطر منفردة في هذه الكلمة؟ ما الذي يسبق الهمزة؟ نعم، لأن الهمزة مسبوقة بألف. ما نوع الهمزة فيما يلي مع بيان السبب؟ ارفق بالضعيف وكن له معينا. ارفق، ما نوع الهمزة؟ نعم، الهمزة وصل. لماذا عزيزي الطالب؟ همزة وصل لأنها أمر ثلاثي.
وما نوع الهمزة في كلمة أيها؟ أيها الطالب الطموح إلى المجد تقدم، دنياك دار الجهاد. أيها، ما نوع الهمزة؟ نعم، همزة قطع. لماذا؟ ما نوع الكلمة من أقسام الكلام؟ نعم، همزة قطع لأنها حرف، وجميع الحروف المبدوءة بهمزة همزتها قطع ما عدا للتعريف. صوب الخطأ الإملائي فيما يلي مع بيان السبب. رؤوف مدرس مجتهد، أين الخطأ الإملائي؟ نعم، رؤوف رسمت خطأ. اكتبها كتابة صحيحة. نعم، رؤوف الهمزة على واو لأنها مضمومة وما قبلها مفتوح، وقد ترسم الهمزة على السطر لعدم توالي واوين. صوب الخطأ الإملائي أيضا. معا لإسعاد الطفولة، أين الخطأ الإملائي في هذه الجملة؟ نعم، كتبت كلمة لإسعاد كتابة خطأ. لماذا؟ يجب أن تكون الهمزة همزة قطع لأن الكلمة مصدر رباعي، فهكذا تكتب لإسعاد لأنها مصدر فعل رباعي. وصلنا أعزائنا الطلاب إلى المحطة الأخيرة من درس المراجعة، ألا وهي التعبير الإبداعي. أبنائي، اللغة أخذ وعطاء، نأخذها بالقراءة والاستماع، ونعطيها بالتحدث والكتابة. ولكي نعطي اللغة بطريقة سليمة، علينا أن نأخذ قدراً وافياً من اللغة. فاقرأوا الكتب الفصيحة، وعلى رأسها القرآن الكريم. اقرأوا أيضاً النصوص الأدبية والشعرية. اقرأوا النصوص الواردة في كتاب اللغة العربية. عزيزي الطالب، الامتحانات على الأبواب، ولا وقت لدينا لأن نكون مبدعين، ولكن فلنتذكر شروطاً مهمة للتعبير الإبداعي. تنوع الأفكار. نوع عزيزي الطالب في الأفكار في التعبير الإبداعي، ورتبها ترتيباً منطقياً. ابدأ بجملة افتتاحية تجذب القارئ، ثم عرف بالموضوع الذي تكتب عنه، اذكر أثره على الفرد والمجتمع، وبالتالي ما دور الفرد وما دور المجتمع تجاه ذلك. اذكر الحقوق والواجبات. لا تنسى عزيزي الطالب أن تكتب في موقف الإسلام حول الموضوع. اختم موضوعك بقوة واربطه بالواقع. نوع في الأفكار ورتبها منطقياً. استخدام الشواهد. توقع عزيزي الطالب الموضوع الذي سيكون في الامتحان. احفظ ما تيسر من النصوص القرآنية ومن الأحاديث الشريفة ومن النصوص الأدبية. استخدم الشواهد في أماكنها المناسبة. استخدام الشواهد عزيزي الطالب يجعل موضوعك أكثر منطقية وأكثر إقناعاً. تنوع الأساليب عزيزي الطالب يبعدنا عن الملل ويجعل الموضوع مشوقاً أكثر. استخدام الجمل الإنشائية والصور التعبيرية. أكثر عزيزي الطالب من الصور الجمالية في التعبير. فبدلاً من أن تكتب جملة خبرية كأن تقول مثلاً التلوث يضر بالبيئة، قل التلوث يشوه جمال الطبيعة. بدلاً من أن نقول الأزهار تتفتح في الربيع، قل الأزهار تتبسم في فصل الربيع. بطريقة بسيطة نحول الجمل الخبرية إلى جمل إنشائية جميلة تحمل صوراً جمالية رائعة. الكتابة بخط واضح واستخدام علامات الترقيم، وهذا يجعل الموضوع مرتباً ومحبباً للقراءة. أعزائنا الطلاب، ها قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم.
الدراسة سهلة والنجاح أمامكم، لا تجعلوا الإحباط يطرق بابكم، حافظوا على الصلاة فإنها مفتاح الخير، بروا آباءكم فهم سر نجاحكم، ابتعدوا عن المعاصي فإن نور الله وهو العلم لا يهدى لعاصي، ركز ورتب الوقت واجعل لك زمنا دراسيا محددا. عزيزي الطالب، تناول الغذاء الصحي اللازم والمناسب، ولا تقلق وكن مع الله يكن معك. شكرا لكم على حسن استماعكم ومتابعتكم لدروس الفصل الدراسي الأول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.